معانا مين؟ استاذ هشام يتفضل. السلام عليكم يا عم الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ هشام؟ الحمد لله يا عم الشيخ، منور يا شيخ. الله يحفظك يا سيدي. بقول لك يا عم الشيخ معلش، في سؤالين بس يا عم الشيخ ممكن اسالهم؟ بتعمل ايه يا استاذ هشام؟ مش سامع. سؤالين بس يا عم الشيخ ممكن اسالهم معلش؟ اتفضل سؤالين. السؤال الاولاني في عم الشيخ دلوقتي، السؤال الاولاني يا عم الشيخ، انا قعدت فتره كبيره حتى كنت بصلي وملتزم في الصلاه، بعد كده ايه ربنا كرمني بثلاث احلام. اول حلم حلمت بنور ربنا، ثاني حلم حلمت بالجنه والنار، ثالث حلم حلمت ان انا واقف جنب الشيخ وبقرا قران. بعد كده يا عم الشيخ ايه، اما دخلت الجيش بطلت الصلاه، جيت بعد كده بقى ايه ما بقتش اصلي الصراحه، قعدت ايه مثلا اتوب وارجع لربنا اصلي مثلا كام يوم كده وبعد كده ابطل الصلاه تاني. طيب السؤال الثاني اقول لحضرتك، السؤال ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، السؤال الثاني يا عم الشيخ، كنت واخد فلوس من واحد من عائل زمايلي وانا في الجيش، وبعد كده ايه ما اديتهولوش الصراحه، بس انا مش عارف دلوقتي فين مكانه، اعمل ايه عشان اديله الدين بتاعه عشان ده هجاوب على السؤالين بتوع حضرتك يا استاذ هشام. تمام، الله يبارك لك يا عم الشيخ. السؤال الاولاني، السؤال الاولاني يا استاذ هشام، يبدو ان احنا شويتين ثلاثه بنعاني من ان احنا حاسين بظلم وحاسين ان الحياه ضيقه علينا. فالاحلام الثلاثه اللي جات لنا بتنقلنا من احساسنا بضيقنا احنا الشخصي الى الاحساس بان احنا ناس مختلفين مختلفين، والاحاسيس ديت ممكن توصل بعض الناس ان هم لما يشوفوا الرؤى دي بعضهم بيحس ان هو ساعات يبقى المهدي، وساعات يحس ان هو ربنا سبحانه وتعالى جعله في حته مختلفه عن كل البشر. ما تصدقش ده وارجع استغفر ربنا سبحانه وتعالى وارجع تاني صلي صلاتك. ليه طيب؟ لأن الاستمرار هو اللي بيعطي معنى للحياة. التوقف عن العمل، التوقف عن علاقاتنا بالناس، الإحساس بالمظلومية اللي تخلينا عجزة، مش هو ده الحل في الحياة. الحل إن احنا نستمر. الله سبحانه وتعالى يحب من العمل أدومه وإن قل، زي ما أرشدنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ارجع صلي وما يهمكش اللي حصل لك في حياتك، وحاول تعالج مشكلاتك واحدة واحدة. الاستمرار في معالجة المشكلات هو ده الحل لمسألة المداومة على الصلاة. وما تنتظرش إن حد يساعدك، مش لأن الناس وحشين، لأن في طبيعة الأشياء أنت لازم تجتهد في حياتك، مش لازم تلاقي حد بيساعدك عشان أنت تمشي في حياتك. لكن خد المبادرة، وإحنا لسه مكلمين عن إن حضرة النبي علمنا ناخد المبادرة، خد المبادرة وانطلق في حياتك وإن شاء الله ربنا هيكرمك. السؤال الثاني، الفلوس اللي ليه صاحبك عليه، اسأل. فإذا سألت عليه وما لقيتش حد، تصدق بهذه الفلوس على نيته. ولكن إذا أنت بعد ما قعدت فترة طويلة تدور عليه، اعمل كده، تصدق بهذا الأموال أو بهذا القدر على نيته، ثم بعد ذلك إيه اللي حاصل؟ لو رجع هنشوف، لو رجع هترجع له الفلوس دي. طب تعمل إيه؟ تعمل زي ما قلت لك كده عشان أمواله هو ما زالت موجودة، أنت ابذل المجهود عشان توصل إليه.